وواجبنا جميعا أن نعمل ليظل جوهر الديمقراطية صافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكويت. في مشهد مهيب لما تأكل الأخضر واليابس ألم الوجه واجبنا جميعا أن نعمل ليظل جوهر الديمقراطية صافية. أسعد الله مساكم مشاهدينا، نرحب فيكم في أولى حلقات برنامج الطريق إلى المجلس. هذا البرنامج اللي راح نتكلم فيه عن انتخابات 2016، وأيضا راح نستضيف من خلاله مرشحي مجلس الأمة، وأيضا نتكلم مع بعض المحللين السياسيين بهذا الخصوص. نرحب بداية بضيفنا في أول الحلقات الأستاذ المراقب السياسي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الخضري. مساكم بالخير أبو حمد. أهلا، السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل انتخابات نلتقي أنا وياك. إي الله يسلمك، إن شاء الله كل يوم انتخابات. لكن من 2012 إلى اليوم هذه المرة الرابعة، ترى لنا رابع انتخابات هذه، ما شاء الله نلتقي أنا وياك. الله يزيد ويبارك إن شاء الله. عساك على القوة أبو حمد. قبل لا نبدأ الحوار معاك عندنا تقرير نشوفه ونرجع إن شاء الله إلى الحوار، خلينا نشوف التقرير. التقرير مجهز، راح ناخذ التقرير بعد شوي. ابو حمد خلينا نبدا معاك، ناخذ بدايه تقييم لمجلس 2013. يمكن نسمع كلام عن ان مجلس انجازات، نسمع في الطرف الاخر كلام عن ان هذا المجلس ما كان لذيك الانجازات اللي يطمح لها المواطن. شلون نقدر نقيم اليوم مجلس 2013؟ شنو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المجلس 2013 دش في مخاض الصوت الواحد، والصوت الواحد قد يكون يعني كثير من الناخبين او تيارات سياسيه ما عندها رغبه او ابدت عدم رغبتها بعد الدخول اعتراضا على الصوت الواحد. نعم. وكذلك نفس الشيء في كثير من الناخبين دخلوا وادلوا باصواتهم في الانتخابات 2013 وصوتوا. نعم. مو النتائج المتأملة من هذا المجلس أداء أو نتيجة، هذا التقييم. بعض الأحيان قد أنت كناخب يهمك شيء معين، مثلا يهمك الصحة فتشوف مثل بالصحة شنو عمل بالصحة. بعض الأحيان يهمك أنت كمتقاعد تشوف شنو سووا المتقاعدين. بشكل عام أكو هجمة إعلامية قوية الحين في هذا المجلس، في تضعيفة على هالمجلس تقصد. على هالمجلس في تضعيفه وتهوينه، قد يجانبهم بعض الأحيان الصواب وقد لا. والله فعلا بعض الأحيان كلام اللي ينقال بشكل عام، غير أنا ما أتكلم عن اللي ما شاركه أو اللي معارضة، لا أتكلم بشكل عام كمواطن بسيط قاعد بالدوانية أو بشغله أو عمله، قد ما يرى شيء ملموس واضح من هذا المجلس. وهذا يمكن مرده إلى عدم مثل الحكومة، نفس الشيء الحكومة عندها كثير من الأعمال اللي موجودة على أرض الواقع، لكن ترويج لها بشكل عام في إدارة عامة سيء. ويمكن قد يكون المجلس في هذا الامر ترويج لكثير من اللي قاعد يتم هم يكون سيء. لكن اذا قارنا مع المجالس السابقه ابو حمد، شنو يكون شكل المقارنه بين مجلس الحين؟ حتى نقارن في المجالس السابقه. يعني الحين صار لنا 6 سنين او اكثر او 7 سنين ما استقر عندنا مجلس واضح حتى نقيمه نقول والله هذا ما شاء الله عليه خوش مجلس انجاز. صحيح. او مجلس مراقبه اللي هو والتشريع المراقبه، مع ان هذا المجلس الاطاف اللي سابق، انا ما اتكلم دفاعا عن هذا المجلس، عندي تحفظات كثيره عن اداء بعض الاعضاء، واكو بعض الاعضاء ان شاء الله ممتازين هم اللي شايلين هذا المجلس معدودين على اصابع. نعم. لكن ان تسليط الضوء على اللي قاعد يتم في هذا المجلس قد ما يكون منصف تاريخيا في التاريخ. لما تكلمون عنه باكر راح تكلمون عن 2013 ان هذا المجلس كان يعني متجانس 100% مع الحكومه. لم يؤدي دوره قد يكون الرقابي هذا او التشريع. هذا الشيء مزعل وايد ناس، يقول لك هذا المجلس مثلا ما كنا نسمع فيه يعني ذاك الصراخ، ما كنا نشوف ناس تخانق. نعم. ناس. نعم. تطالب بقوه، كان في تجانس وهدوء. هل هذا الشيء يعني هو بعض الحين صحيح ولا يزعل؟ توصل لاهداف تحققها على ارض الواقع للناس والشعب اللي يتامل كثير. خلي يكون بهدوء افضل
او بصراخ، ما المهم نبي العنب والنار، في انجاز، نبي انجاز، نبي انجاز ملموس على ارض الواقع. انا اقول لك تاريخيا قد يتم تقييم هذا المجلس بعدين مرحله ان هذا ما تمشي، لان بنقارنه في مجال السابق، فالمجال السابق اللي تمت دوره الرقابي والتشريعي قد يكون اكبر من هذا المجلس، قد يكون. لكن حتى القرارات اللي اصدرت في هذا المجلس اللي طاف فوق ال 130 قرار تنفذ منها ما تنفذ، لكن قرارات طلعت وقوانين طلعت حوالي 130. يمكن مرده لهذا الامر ان اكو تجانس مع الحكومه، اكو انه والله احنا وياكم على مركب واحد نمشي، لكن بعض الاحيان انت دورك مو مطلوب انك توافق على كل شيء، مطلوب انك تشرع وتراقب الحكومه في وايد من الملفات اللي احنا قاعد نلبسها، يعني بدت تمس جيب المواطن. هذه يمكن راح نروح لها ابو حمد، لكن خلى بموضوع انجازات المجلس، يعني نقول هذا المجلس اقر كم 120 او 130 تقريبا 130 قانون، 130 تقريبا. نعم، عدد هالقوانين 120 130 قانون، اللي ينتقد ويتكلم يقول لك انا كمواطن مثلا ما لمست هالقوانين، مع ان في قوانين تهم المواطن وقوانين يعني لمصلحته وقوانين اعتقد ما يختلف عليها اثنين، الكل راضي عنها. نعم. لكن ليش الناس ما حست بإيجابية هالقوانين اللي تم إقرارها من قبل المجلس؟ قلت لك المجلس صارت عليه يعني لصقت عليه لصقة أن اللي هذا المجلس قد ما يمثل رغبة الشعب كله، فبالتالي أكو ناس، وبالذات يعني أقول لك ماكينة الإعلامية اللي بعد الأطراف غير مشاركة كانت أقوى من ماكينة تسليط الضوء على الإنجازات، وماكينتهم في تهوين وتضعيف، وبعض الأحيان يعني وصلت إلى كلمات قوية في هذا المجلس، كان لهم دور كبير في هذا الأمر. فالدور الإعلامي والترويج له، وخاصة في ظل أوضاع بعض الأحيان تبي شيء ملموس. الحين أنا أقول لك مثلا قانون المتقاعدين التأمين الصحي ممتاز، يعني جيد، يعني يستفيدون منه فوق 70,000 100,000 تقريبا. قانون البي او تي، وايد قوانين لما تسردها تطالعها تشوفها، حتى الحق اللجوء للمحكمه الدستوريه، يعني هذا موجود. ونفس الشيء ترى كذلك في مجال السابقه هم عندها انجازات، بس بالدور هذا المجلس الدور الرقابي على اعمال الحكومه يمكن اضعف من المجال السابقه بين قوسين، قد تكون هذا السبب الوحيد انا اشوفه، ان دورهم ضعيف في الرقابه على اداء الحكومه، لوجود المجاملات بعض الاحيان السياسيه، لوجود التجانس بعض الاحيان، لمكونات ضعف بعض الاحيان حتى النواب الموجودين، حتى لما تشوف الخلفيه السياسيه بعضهم ضعيفين ترى بالاداء، مو جيدين، لكن بالاخير نقبل هذا الصندوق وهالانتخابات. كنت بسالك هالسؤال. نعم. وبعدها اروح لموضوع الدور الرقابي، هل ضعف يعني بعض النواب في المجلس من ناحيه الرقابه والتشريع، ومن ناحية حتى الخطاب في المجلس، هذا أثر بعد على قوة المجلس ومكانة المجلس، بأن المجلس يعني في عدد من الأشخاص مثلا غير مؤهلين، أو أن ضعاف أنهم يوقفون قدام الحكومة؟ أكيد. يوقفونها عند حدها. شوف احنا بدام ما عندنا وسيلة أخرى لإيصال صوت الناس والشعب إلى صاحب القرار اللي موجود بالبلد إلا المجلس، وما عندنا بديل آخر إلا الصندوق اللي روح نصوت فيه. أنت تعترض ما تبي على الآلية وغيره، واللي مو معترض يشارك فنقبل فيه كل نتائج. الآن اللي روح يصوت هو يتحمل هاي المسؤولية. أي مجلس أو يون نواب أدائهم السياسي لا يرقى إلى أن واحد يطمح له، أو والله ما عنده خلفية، أو ما عنده قوة بصيرة، ما عنده شلون يواجه، لأن بالآخر المجلس داخل المجلس مو يعني قرارات بتهم عيالنا، فداخل المجلس بعض الأحيان سهل أن تتغير القناعات في لحظة، يعني ما إغراءات ما تشرع بالنيابة عن شعب كامل. هذا هو، فبالتالي إحنا نقبل بالصندوق اللي جاي، ما نقبله لأن ما عندنا حساب، فما أقدر أحاسب أنا الحزب على برنامجه، أنا أحاسبه بالأخير على الانتخابات القادمة. أقول هذا أداء مو جيد، وكان في جيب الحكومة، وكانت التشريعات لا ترقى لي ولا شافني. الحين بعض الأحيان أكو ناس ناخبين يراقبون هذا الأمر، بعض الأحيان لا، أكو ناخبين هذا كم معاملة سوالي، لأن الحين طقت على هذا، ودى ولدي، ودى كذا علاج بالخارج، طبعا صندوق مفتوح صار، دخل ياب لي إجازة سيارة مثلا، فهذه بدأت تطقى على الأداء التشريعي. أو ناس ترى قابلين بعض الأحيان، يعني شوف الانتقاد، حدة الانتقاد كبيرة، لكن بالصندوق يشوفه عيد نفس الشخص اللي يشوفه أداء كذا، أنا أحقق له 1 2 3 4، فبالتالي المحاسب في هذا الأمر هو الناخب. والثاني الحكومة ترى يعني
ما شاء الله عندهم خبره يعني بالتعامل مع المجالس ومكوناتها، فعندهم اساليبهم وطرقهم لبعض الاحيان يطخون يخلون هالنائب اللي بعض الاحيان تلقاه يسوي شوشره، اكو طرق لها. احنا بالاخير نظل يعني مجالس، احنا ما عندنا هاي الديمقراطيه الكامله، عندنا بس هالمجلس ما عندنا بديل ثاني. فمكوناته نقبل فيه 10 20 15، احنا نقول والله من 50 ممتازين ويوقفون بيخالف، ما نبيهم ضد الحكومه بكل شيء اكيد بالاخير حكومتنا، لا نبيهم يراقبون مراقبه عدله وشديده وقدامهم عينهم ان هذا في مرضاه الله سبحانه وتعالى، انه يؤدي ماشي ما مو بباله والله ابي منصب حق ولد عمي ولد خالي، ابي اماكن، ابي والله مناقصه، ابي والله ودوني بهالاماكن، او والله اجتماعيا انا بطلع قدام ربعي. هذا اذا تجيب لي 10 15 صادقين في هالامر انا راضي، لان بالاخير عندك كتله 16 او الحكومه بالاخير تقدر تصوت كاي كتله اذا تبي قرار. وترى بالاخير يعني انا اتذكر مجلس 81 كان شوي شديد وقوي وكذا، لكن الاخذ والعطاء وافهام بعض النواب على وايد مخاطر تصيد بعض القوانين كانوا يستوعبون ويفهمون وهذا، فيصوتون حتى وياك حتى لو يخالف بعض الاحيان. صار في تعاون يعني. يصير في تعاون بالاخير. المفروض النواب تصير عندهم يعني يصير تجانس اكبر. مو الحكومه والنواب، لان النواب بالدرجه الاولى، والثانيه انا ما ادعو يعني ما ندعو انه لازم تكونون صراع وكذا، هذا مو صحيح. انعكاس هذا الصراع انعكاس على الواقع الحال، لا بالعكس احنا نقول نبي حكومه قويه بمعنى انه والله ناس فاهمين ويعرفون يخافون الله ويراقبون، يحط واحد على المقصله ويشرشحها ويشيلها اذا مو زين، يلا يبقى دزه روح حول النيابه حول كذا، ترى الناس بس تلقط الاشارات شويه ترتاح، لكن اذا ماكو الاشارات فتقول على طماع المرحوم. يمكن لسنوات الناس تعودت شوي على جو الشحن اللي كان موجود في المجالس السابقه، ما اخذت على جو الهدوء اللي صار في المجلس الاخير. ابو حمد نطلع نشوف التقرير ومن بعده فاصل ونرجع ان شاء الله نستكمل حوارنا معك. خلينا نشوف التقرير ونرجع معاكم بعد الفاصل. وفقا للمادة 107 من الدستور، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات. وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قد رفع إلى سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح اليوم. من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الذي تم حله اليوم مرزوق الغانم عقب مغادرته مكتبه أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية، مؤكدا أن الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية الدقيقة. كل فصل تشريعي وأنتم بخير، صدر مرسوم الحل قبل قليل وأبلغت فيه، حكمة صاحب السمو هي التي قررت هذا القرار، وإحنا نشكره على هذا الأمر. والاحتكام إلى الصناديق وتجسيد رغبة الشعب الكويتي هذه ممارسة ديمقراطية راقية، فنرجع إلى الشعب ونحتكم له، وقرار الشعب هو من يحدد ممثليه في خلال المرحلة القادمة وهي مرحلة استثنائية ومرحلة دقيقة ومرحلة مهمة جدا. قرار حل مجلس الأمة يأتي قبل 48 ساعة فقط من انطلاق دور الانعقاد الخامس التكميلي والذي كان من المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل، ويأتي أيضا بعد تقديم 3 استجوابات كان من المقرر إدراجها على الجلسة الأولى والتي من أبرزها استجواب وزير المالية أنس الصالح الخاص برفع أسعار البنزين. رجعنا معكم مشاهدينا نستكمل حوارنا في الحلقة مع ضيفنا الأستاذ أحمد الخضري. أبو حمد، إذا بنتكلم ونقيم المستوى
الرقابي لمجلس 2013، هل كان المستوى أو الرقابة لهذا المجلس مشت بالشكل المطلوب بالشكل الصحيح المرضي ولا في ملاحظات؟ تأكيد المجلس أحد عيوبه هذا 2013 واللي ما يقال يعني واللي لاحظ واللي يشوف أنه دور رقابي ما كان دور أحد عيوبه أي يعني ما كان دور قوي وهذا اللي يعاب عليه يعني بحكم مكونات يمكن بعض الأعضاء مثل ما قلت لك مساء أن العملية السياسية قد تكون جديدة عليه وبعض الأحيان قد تكون هناك مصالح انتخابية لكن الأمانة أكو بعض الإضاءات الممتازة الجيدة لأداء بعض النواب يعني ممتازين داخل المجلس ودورهم كان واضح هم الوحيدين ممكن تقول بهذا المجلس تصير الضوء على كثير من المشاكل لكن بالأخير آلية التصويت داخل المجلس يعني تحكمك أنت بالأخير حتى لو تجيب أحسن مشروع وأحسن قرار بالتصويت قد ما يحصل على باللجنة أو في داخل الجلسات بس يعني أنا أتذكر في هذا لجنة المزيانات اللي رأسها سيد عدنان عبد الصمد من أقوى اللجان حتى في المجلس المجالس السابقة وكثير ملاحظات تمت على الميزانيات الدولة وديوان المحاسبة وحتى بالأخير حطوا مراقبين ماليين قرار جديد وغيره لكن بالأخير اللي ينفذ ويرتب ويروح ويقول ويحاسب هي دور الحكومة أنت تعطي القرار وتقول وتسلط الضوء ترى أكو مشاكل مالية في هالوزارة في هدر كذا وفي تشرع هذه آليتك ما عندك بالأخير اللي ينفذ ويقولك نعم صح كلامك عدل أنا راح أشيل راح أقطع راح أسوي راح أحاسب هو السلطة التنفيذية صحيح. فالمحاسبة قد تكون أكثر على السلطة التنفيذية نعم دور الـ 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 العضو هو الرقابة بعض الأحيان الرقابة تصعد مثل موجة فوق مرة تشوفهم فجأة حديث الكويت كله يتكلمون على موضوع معين شوف كل العالم وينكم يسونكوا كثير من داخل ليش ما طخ المسألة خلصت السالفة بس أتذكر بالمجال مرة تكلموا على 50 دينار زيادة العالم كلها تكلمت وكانت قضايا وقتها كانت وايد قوية لكن نسوها لكن نسوها كلها على 50 فبالتالي يعني الناخب الكويتي وغيره لا اللي قدامه الصورة مو الكل عنده تفاصيل إيش قاعد يصير داخل المجلس صراع إيش قاعد يصير داخل اللجان أو داخل المجلس نفسه يراقب ويشوف مو الكل مهتم في هذا بالأخير أنت تقول لي معاشي كم زاد تأثر الأسعار راقبتوها عدل شفتوها منو قاعد تتفقون وياه شنو الصفقات اللي قاعد تصير هناك باختصار يعني المواطن ومعيشته شو اللي يمس المعيشة من زيادة أو نقص هني إيه المشكلة وإيه اللي تحرك هي اللي تحرك القضايا لكن دور اللجان دام نتكلمت عن اللجان أبو حمد اللجان البرلمانية هل كانت اللجان قايمة بدورها هل كانت لجان حية تشرع وتجتمع ومتواجدة ولا كانت كان في يعني اللجان 100% يعني أكو لجان تقعد يعني عدد لجان أتذكر قبل 6 شهور أنا أتذكر قريت كانت في اجتماعات كثيرة عدم حضور بعضهم بعض النواب وهذا يعني هذا واحد لازم لائحة داخلية مالت المجلس إنه تحد بعض الأحيان من غياب كثير من الأعضاء اللي ما يحضرون بس مسجل بس ما يحضروا فالعبء يكون على 1 أو 2 من اللجنة مشكلة من 5 أو 3 وبالأخير لما يخلصوا بالتصويت تلقى ما يدريش القصة مثل بعض الأحيان يصوت ضد أو مع وداخل المجلس تلقى رأي ثاني يخالف داخل اللجنة مع أن اللجنة مفروض خلص حتى لو مو هي قناعتك تصوت فأكو أغلبية موجودة داخل القرار ويطلع حتى داخل المجلس لازم أنت تكون على الأقل إذا مو عاجبك ما تتكلم عنه وإذا عاجبك بتتكلم عنه تكلم عنه بس ما تحبط القرايا من مطبخ اللي هو انت اصلا فيه واحتمال انت مو موجود فيه وغايب ومسافر ورايح وقاعد تطلع اجازه حق واحد بالمرور مع ان الاجازه المفروض تطلع اوتوماتيكيا ما تحتاجك فبالتالي اللجان هي المطبخ لكن هو نفس العضو هل يفهم هذا الامر ان هاي اللجان هي المطبخ ولا يبي يسوي استعراض داخل جلسات اللي منقوله على التلفزيون ويطلع شو قدام العالم انا ترى صرخت على هذا وتكلمت على هذا وهذا قاعد يبخس حق كثير من النواب الله يشهدنا أكو بعض النواب نعرفهم داخل اللجان ما شاء الله شعلة من النشاط ويبذلون جهدهم ليل ونهار وتي باردا برد حق الأعضاء اللي ينتقد أو كذا وما يدري شو القصة وبعضها حتى الحكومة هي مو عاجبها تحرق هذا القرار فوق لتحت ولا كأنها صوب القرار بس لأنه لا يتماشى مع سياستهم وما لك ماكو أحد يعني مثلا
واقف عندها مثلا يقول لا والله انت في هذا القرار خطا، لان قلت لك اكو مصالح انتخابيه للاسف قدام عينهم ان ناخبين عندي كتله من الناخبين وقدام الكرسي يبي يعيد مره ثانيه وكذا، وهذول الاكثريه للاسف مو القله معروفين يخافون الله والامينين قله موجودين في هالمجلس، نتمنى ان يزيدون ان شاء الله. نعم خلينا نروح للاستجوابات ابو محمد، يعني ماده الاستجواب ماده حق لكل نائب وتستخدم دائما يعني على عمر مجالس الكويت النيابيه. نعم. لكن في هالمجلس كانت موجوده هالماده، استخدمها عدد من النواب، نذكر منهم مثلا استجواب معالي وزير الصحه، استجواب وزيره الشؤون، لكن في من يعيب على الاستجوابات في هذا المجلس بانها ما كانت بالتحضير بالمستوى بالقوه اللي ممكن انها تطلع الخلل الصحيح في عمل الوزير اذا كان مخطئ. نعم. وبنفس الوقت يكسب على الاقل يعني تأييد للنواب، يمكن في اعتقد استجوابات حتى ما لقت احد مؤيد في هذا المجلس بطرح الثقه او غيره كذا. حتى بتأييد الكلام مؤيد للاستجواب. للاسف يعني بعض الاحيان قد تكون ماده الاستجواب ما ترقى الى الاستجواب، بعض الاحيان الاستجواب قد يكون لضرب مكون في ثاني. هو اهم شيء بالسؤال ان النائب اللي مو قادر يستجوب ليش يستجوب؟ قاعد اقول لك بعض الاحيان اكو خفايا احنا يمكن ما نعرفها. بعض الاحيان قد يكون هذا النائب يمثل جهه ما، والجهه هذه تطلب منه هذا، يبقى نبي راس فلان لمصالح ما، الحين تجاريه، انتخابيه، سياسيه، ترتيب بين بعض الاحيان اللي لهم ثقل على المجلس، يعني في كل مجالس العالم 100% اكو كتل خارج المجلس تؤثر على اداء بعض النواب. لوبيات تسميها، لوبيات تجاريه، ثقافيه، اقتصاديه، تاثر على اداء النواب وقد توجه نوعا ما الى طريق معين مثلا، فبعض الاستجوابات قد ما تكون سارقه، العنوان ما لها استجواب والكل يقول اي فعلا هذا، لكن بعض الاحيان تروح بالتفاصيل. شنو رايك بالاستجوابات اللي صارت؟ لا خلت تصير ماكو مشكله، بس خلت تكون هذه الاستجوابات صادقه وناطقه وتتكلم فعلا عن مشكله كبيره وصلت لحد انه لازم نستجوب. تابعت شيء منها ابو حمد؟ اي يعني اتذكر استجوابات رئيس مجلس الوزراء اول ما بدا المجلس واللي على اثرها اعتقد استقالوا بعض الاعضاء وقتها. النواب الخمسه تقصد؟ اي صفاء ورياض لهم وجهه نظر في ذاك الوقت، يعني يمكن نختلف او نتفق وياهم، لكن رئيس الوزراء استجوب ورد بعض وثاني حتى في اجراءات طرح الثقه او التأييد هني المحك في هذا الامر. إذا أنت مقتنع أن هذا الاستجواب صافي نقي تمام ما في مثالب وزين وجيد وسلط الضوء ولا لك مصلحة فيه انتخابية أو غيره وكذا، فأنت تروح تقول أنا أيد وأصوت، لكن الأغلب لعم قاعد يصير. قلت لك الحكومة شاطرة في هذا الأمر، النظام شاطر في هذا الأمر وجيد ويفهم اللعبة السياسية ويفهم حتى مكوناتها، وقد يمكن سهل عليه أنه يسيطر على بعض النواب وغيره وكذا بطريق مباشرة وغير مباشر، فبالتالي يبطل الاستجواب وغير الاستجواب. فالأمر إلى كل مرده إلى هذا العضو فعلا هو صادق في هذا الأمر. بعض الأحيان أنت مرت علينا استجوابات كنا نشوفها واضح أن هذا الاستجواب عنوانه حلو جيد دس السم بالعسل بعض الأحيان، بس تفصيله أنه أكو مصلحة. بس المجلس ما نجح ولا استجواب ترى ما ينجح، لان بالاخير قلت لك غلب على بعض النواب المصالح الانتخابيه ما يبي يثير بلبله ودوخه، وبعضهم يدري من النواب زين انه قد ما يكون المرحله القادمه موجود. فالحين حصل ما تحصل الحين، وفعلا اكو كذي نواب يدري انه ما راح يطقها مره ثانيه بالكويتي، فالحق ما تلحق، فايش لي انا بعور راس تهاوش الحكومه ولا ناجر لا هيبه كلهم لا حتى ابوس راسه. خليني اخلص ابوس راسه الاربع سنوات يعني. نعم خليني اخلص الاربع سنوات يعني وخلاص. اي خلص اربع سنوات واقضي فترتي حلوه وزينها، وعندي ناخبين اقضي لهم اسفرهم يسافرون يروحون العلاج، او الراس عنده بنادول ناخذه بنادول هناك في المانيا ولا غيره اسوي له اللي يبي، خلص بس وانا احتمال احصل لي المقسوم يمين ويسار غيره. لكن يعني هذا ترى مو هالمجلس، حتى المجالس السابقه وغيرها، بس ما تقدر تقول والله هذا فلان ولا لا، لازم عندك ادله اكيد يعني. بس هذا الطاغي، هذا الكلام، هذا الحكي ان الكويت فيها فساد وكذا، فيها فساد، وفيها حتى امريكا فساد، حتى اوروبا فيها فساد، وحتى لكن النسبه تتفاوت الحين. الحين فيك خير يا عوض، يلا سلط الضوء على هالفساد، لان الادله انا ما اقدر اجيبها،
انت تجيبها كعضو، عندك ادواتك انك تجيبها. نعم. هل يفشل حتى استجوابك؟ ماكو مشكله، لكن انت اديت الدور المناط فيك وسلطت الضوء وقلت باجي انت تلقي النوم على تحرك الاعضاء، وياك يمكن والله الاعضاء عندهم مصالحهم نوعا ما، او والله مو مقتنعين في استجوابك. فالامر يعني لازم تقبل فيه. محمد، المجلس اقر قوانين كثيره مثل ما قلنا، يمكن 120 او 130 قانون، لكن خلينا ناخذ رايك ومدى نجاح المجلس في اقرار بعض القوانين. يعني مثلا خلينا ناخذ بدايه قانون التامين الصحي للمتقاعدين، شلون تشوف هالقانون؟ هل ادى دوره الصحيح بتكريم المتقاعدين، تسهيل الامور عليهم، بالذات يعني المبلغ اعتقد مو بسيط، 17000 دينار تقريبا لكل مؤمن متقاعد، هو تقريبا 8 مليون اجمالي بالسنه. اي للشخص اعتقد 17000 لكل متقاعد، يشمل كثير من الخدمات الصحيه. هذا القانون اول شيء ايش رايك فيه؟ نجح هالقانون المجلس يعني في اقراره؟ جيد ممتاز. انا اشوفه، واتذكر انا بالقطاع الخاص كان في من قال لك لو معطيه 5000 بايده كاش ولا. انا الحين اقول لك بس ان بالقطاع الخاص انا سنوات على القطاع الخاص، وكان عندنا تامين صحي والامانه كان التامين الصحي يغطي ل 6000 7000 وكان كافي، يعني كان كافي لنا. بس 17 هذه اعتقد يعني اعتقد مبحبحين فيها زياده، يعني فيها ومع ذلك يعني تقاعد يستاهل، يعني خدم الكويت وغيره وسنوات عمره افناها، فجيد انه. لكن الامر مو بس هذا، الامر احنا هالمصاريف الملايين اللي قاعد تنصرف يعني على القطاع الصحي الضخمه، زائد بلس ملايين اللي تنصرف برا العلاج الخارجي، يعني هذه ما تقدر تسوي لك مثل احلى واحسن مستشفى وأجمل مثلا واجمل مثلا وتقط فيه لتقط يجيب كل الخبراء اللي تكلم عنهم دكاتره في العالم كلهم، يجيبهم كلهم قطهم بالمستشفى، يصير ولا ما يصير؟ يصير. زين، توفر عليك وايد امور، حتى دش فيها المتقاعد قال المتقاعد كلهم يدشون، خلها سوها اللي بتسميها. اكو كانت انطرحت قبل كم سنه مستشفيات اللي بتصير ثلاثة أربعة، ما ادري وين راحت، قفت طخت. مدينة الطبية اعتقد. لا لا، كانت اكو بالهيئة العامة للاستثمار اكو مستشفيات كانت المفروض تنشا حوالي أربعة ويشتركون فيهم القطاع الخاص، وقفت. الحين طبعا اكو مستشفى جابر ومستشفى وتطوير المستشفيات الباجة كلها، زادوا السعة السريرية لكل اغلب المستشفيات، قد يكون هذا جيد يعني جيد. والتأمين يعني قد ينفع ما يضر يعني، لكن قلت لك بالجانب الآخر لما تطالع مبالغ الضخمة اللي تنصرف مفروض تنصرف في القطاع الصحي بشكل. الآن تو قبل أسبوعين ثلاثة تكلموا على مبالغ الضخمة اللي انصرفت بالصيف، بس فترة قصيرة 600 700 800 مليون دينار كويتي تقريبا، مليار إلا شنو الكلام الحكي هذا؟ يعني من بيراقب بتكلم في هالكلام في هالموضوع، هالمليارات الملايين قاعد تروح تنصرف، معقولة 700 مليون؟ احنا بشكل عام ودنا عاد يعني تسهيل الامور على سواء المتقاعدين او المواطن بشكل عام. بالعكس شيء يفرح الكل. ومثل هالقوانين لو يتم يعني ترتيبها بشكل صحيح، ما يتم سلق القوانين بشكل سريع باسم يعني انه والله قدمنا شيء للمتقاعد او المواطن، لا، المواطن او المتقاعد يبي شيء مرتب منظم يله فعلا يستفيد منه بالشكل الصحيح. عندنا فاصل ابو حمد، ومن بعد نروح استطلاع ونرجع ان شاء الله الى حوارنا معك. ديمقراطية بالأصح، بالأصح ديمقراطية ما تكون ديمقراطية ولا تكون كاملة إلا بالأحزاب السياسية. يعني راح يصير فيها بعدها يعني مثل ما تقول تكتلات، التكتلات ما إذا ما يصير وحدة وطنية ولا ماكو فايدة. من ناحية الاستجوابات الأخيرة أنا أشوف أنها مسرحية لا أكثر ولا أقل، لأن ما فيها جدية، وجيب المواطن أمش وصرع فيه أكثر من شخص من أكبرها، يعني من مجلس الأمة أكبر واحد في مجلس الأمة إلى أصغر واحد، حنا لا يمكن نمس جيب المواطن قبل طبعاً المجلس، وصلوا إلى جيب المواطن. عندهم خبر في الحكومة أن هي راح تحل المجلس، عدم تعاون، تقدم عدم تعاون، قدموا استجوابات في اللحظة الأخيرة لتحسين الصورة ولا لا أكثر ولا أقل. ما شفنا استجوابات ولا شفنا طروحات ولا شفنا أي تحرك منهم في زيادة البنزين، في زيادة كهرباء الماء، في القرارات اللي صارت في المجلس. الاستجوابات الأخيرة جاءت ردة فعل على موضوع البنزيل اللي كان واضح أنه راح يأزم العلاقة بين السلطتين، راح يؤدي بالنهاية إلى حل المجلس. فالنواب تسارعوا قبل هبوط يعني شعبيتهم،
وحاولوا أن يلعبون دور يعني رقابي افتقدناه من هذا المجلس خلال 3 سنوات عمل. جميع المجالس اللي طافت كان فيها جدية شوي، يعني تحس أن في أحد يدافع عن المواطن. المجلس هذا ما في أحد اللي قبله، يعني كان في جدية، يعني لما كان يخاطب الوزير تحس أنه في محاسبة. المجلس الطاف ما في أي محاسبة، ما في، احنا ما شاهدنا شيء. أي استجواب على أساس أنه يكون واضح، يعني أي استجواب اللي فيه يكون واضح، ما في شيء وضوح، كله يعني كلام ورق. أبو حمد، أول شيء شنو رأيك في بعض الآراء اللي تكلمت عن سواء الاستجوابات او الزيادات اللي صارت الفتره الاخيره وايضا دور المجلس الرقابي؟ طبعا قد بالاجمال تتفق ويا كثير ما اللي يطرحونه، فعلا مو جديه بعض الاستجوابات وغيرها، وبعضها مرتبطه نوعا ما في تذمر الشارع الكويتي على موضوع يمكن البنزين اللي يمكن تم اثارته بطريقه يعني دراماتيكيه، وقد وتم الإساءة لبعض الأحيان لبعض النواب صادقين. أنا أتذكر بعض ألقوا اللوم على واحد واثنين ثلاثة من الأعضاء أن أنتوا ساهمتوا، هو قرار البنزين يا من الحكومة ويا بتها، وما العلاقة كانوا فيها؟ قرار حكومي كان، أي قرار حكومي، يعني حتى في اللجان ما تم مناقشته، حتى في المجلس ما تم تصويت عليه، يعني القرار حكومي تبي حكومي مفاجئ، يعني مفروض مفروض يعني يعني مفروض منه بيفرضونه بيفرضونه الحين. أنت يعني هالسياسة أنك تقدر، أعتقد صار اللوم على أبو محمود على نائب أحمد لاري، على أحمد لاري ولجنة الأولويات، مع أنه ما انطرح، يعني مع أنه ما طرحوا أم ولا انطرح على لجنة الأولويات ولا أقول ولا وافقوا عليه على أي لجنة، ولا وافقوا عليه ولا وافقوا حتى المجلس بالتصويت، ما صوتوا عليه، عدو اجتماعي يمكن مكتب الرئيس هذا وانطرح. لكن الموضوع أخذ بعد إعلامي كبير، والبنزين وهذا ما يلمون بعض الأحيان كذا يعني الناس وهذا، لكن ما يصير بعد الواحد يفلع العالم وتعال ويدش بدفاشه، وانت منك وانت منك كذا، تبصر وطالع وشوف، ما يمكن تلقي اللوم على اكو نواب ثانيين غيرك. لكن محمود احمد لاري من ما شاء الله يعني هم المخلصين الجادين، النواب اللي يتمنى تشوفهم دائما في هالمجلس لاخلاصهم وامانتهم. ما يعني مو سهل، يعني حتى ابو محمود ما اعتقد سهل جاي يعني مكون قطعه او دائره ثانيه، مكونات هذه الدائره الثانيه تختلف في متوسطات الدخل، فما اعتقد حتى ابو محمود يقف ضد اراده شعبيه او ضد مكونات شعبيه في قرارات غير شعبيه، ما اعتقد هذا يعني تتوازن وتشوف شلون الحلول الممكنه في ظل الاوضاع اللي الازمات الاقتصاديه قاعد تمر فيها الدول، يعني واحد لازم يكون واقعي بعد شويه، ما يصير بعد يعطي الناس فكره ويعيشهم في حلم والاخير وتدري الواقع يقول شيء ثاني، النفط من 70 الى 100 الى 42 وينعكس على الميزان، يقول لي اكو هدر وفساد، اقول لك اكو، بس الحين خلينا نعالج هالمشكله ويمكن سلط نعالج هالمشكله، مو معناتها اكو مشاكل ما نقدر نطالع هني ونسكت وخلاص لازم نرضي لا محمود اعتقد وحتى كم عضو موجودين مو هالنوعيه اللي يعطون الناس يعني عاكبه، ترى احنا كذي طريقتنا وبالتالي قد يوهمون الناس، لا مو صحيح. اذا اكو شيء واضح وصادق راح يقولونه، حتى على حساب بعض الاحيان يمكن انتخابات. بالنسبه لهالموضوع الشيء واضح ابو حمد، مثل ما قلت انت يعني القرار كان حكومي بحت، يعني ما كان في لجان ولا كان في تصويت مجلس الامه، الموضوع كان حكومي، فما نقدر نلوم اي نائب بالبرلمان في موضوع زياده البنزين، لكن يمكن اذا في لوم على بعض النواب يكون اللوم في موضوع عدم التصدي لهذا القرار مثل الحكومي من وجهه نظر بعض الناس اللي معارضين زياده البنزين. لكن التصدي كان جاي اكو مجاكو كان استجوابات يعني موجوده، بس لان وصلت القمه الموجه في التذمر الشعبي طلعت بعض الاحيان استجوابات. نعم. كان التركيز على موضوع البنزين، يعني مع انه في اشياء يمكن تستحق ان احنا نركز عليها بشكل اكبر، البطاله عند الشباب، تدني مستوى التعليم، الاسكان، وايد اشياء، ليش ركزنا على شيء بسيط او يمكن يمس الناس صحيح، ولكن في مهم وفي اهم. نعم. ليش ننسى دائما الاهم ابو محمد؟ والله هذا السؤال تساله او يوجه الى الحكومه، يعني ما دام اللي اشار عليهم في هذا الامر هم تعرف عجزات جايه في الميزانيه وفقا للاسعار الموجوده، لكن مثل صندوق النقد الدولي او رئيسته
تقول ما عندكم عجز لان قاعد يربطون ايرادات نفطيه ويا ايرادات استثمارات خارجيه، فتقول هالمكونين الاثنين انتم ما عندكم عجز. نعم. واحنا ثروتنا خارجيه بصناديق سياده حوالي توصل 600 وشوي مليار تقريبا اعتقد، لان اليوم او امس صرح وزير الخارجيه في مؤتمر في امريكا انهم علاقتهم بامريكا ممتازه وجيده، وحاطين تقريبا 54% من هاي الثروه تقريبا 300 وشوي 304، فتضرب الباقي 46 يطلع فوق 600 مليار. نعم. فال 600 مليار ايرادات نفطيه تقول انتم ما عندكم عجز، ماكو عجز فعلي تقول عندكم، لكن الحكومه انها تقول بتدش في ميزان حتى ما توصل شيء استباقي يعني. يعني احتمال يمكن جيد بعض الاحيان، لكن على حساب ملفات اخرى. انت هناك سلط لي الضوء وحاسب لي على الهدر اللي قاعد يصير في 600 700 مليون علاج بالخارج، وتقول لي وكم البنزين زياده كم بتسدد العجز؟ ما تعدى كم 100 مليون؟ انت بس يمكن لا تحصل المخالفات اللي قاعد تصير على هالمناطق الصناعيه او النفطيه او سبحانه وغيره، يمكن تحصل فوق 200 مليون، لا تحصل مخالفات المرور يمكن المرور لا تحصل ايراد ربع مليار يمكن هي ايراد 50 مليون سنويا. لو مثلا تلزم الناس في مثل الكهرباء تعالوا يبغى دفعوا قسط وكذا، اكو وايد موارد موجوده تقدر تطلعها. افتح حق الشركات والمؤسسات، تعال دشوا وخلي تكون عندك واضح اجنده واضحه استثماريه. خلد وايد ما نعرف يعني الحكومه يعني بالاخير ماكو احد يردعها مثلا توقف، او والله هذه توصيات البنك الدولي والعاده توصيات البنك الدولي ترى كلها سيئه. وش رايك بال 75 لتر؟ شو 75؟ والله حتى لو 100 ولا 20 شو طراره هي عمليه مو كذي ترى مو بالطريقه. يعني انت تزيد سعر البترول حوالي 40% لبعض المكونات ما تصير، يعني تزيد 5 10. اي نعم على قولت اللي قال حتى تفويله ما تفول سعر. لا يعني ما يخالف عيب يعني حتى الطريقه والاليه والتخريجه والاعلام واربعه ما حسينا كنا وهذا الشعور ترى صحيح كنا انتم يعني جايين تمنون علينا وانتم بصوب الثاني شاقين الجيب حق تو يا اخوي. هذا يقول بصار مليارات اعطيتكم حق دول وغيره وبنيتوا مستشفيات وين تقول لي انا والله بوفر 100 مليون ما ادش العقل ما ادش العقل. زين محمد باخذ معاك قانون اللي هو قانون البصمه الوراثيه، أقر المجلس في بعد حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق. اليوم هذا القانون موجود، صارت توجيهات سامية من صاحب السمو لسمو رئيس مجلس الوزراء قبل تقريبا يومين بإعادة النظر في هذا القانون. أول شيء إيش رأيك في هالقانون وتطبيقه؟ يعني هالقانون لا مساوئ ولا مزايا، يعني الحين ناخذ المزايا أول شيء. المزايا لان بدينا نشعر في الاثار الامنيه لبعض يعني مكونات قد تكون دخيله على الكويت وغيرها، ومعروفه يعني بعض مكونات المجتمع الكويتي مين وهذا، فقد تاريخيا والكل يدري بالستينات يعني دخلوا ناس كثيرين لهم كويتيين ولا غيره، لكن تم تجنيسهم واخذوا الجنسيه. الان الجيل الثالث موجود يمكن في هالامر، فبالتالي قد يمكن انا يعني ما اتفق القانون بشكل عام، لكن انا اشوفه بعض الاحيان في سلب حق انساني موجود لكثير من المواطنين او الناس، وبالتالي قد يمكن يتم التعسف في تطبيقه، لان احنا بالاخير نظل بين قوسين من دول العالم الثالث شئنا ما بينه، فاحتمال كبير ماكو احد يراقب على تعسف يمكن مطبق هذا القانون على نوع من الناس. باكر يمكن انا ارضى او ما ارضى على مكونات معينه احتمال اطبق عليها صح مو صح، ماكو ملجا في هذا الامر، مدى صحه هذه الدي ان اي يطلع وغيره ما حد يدري في هذا الامر، لكن هو يعني انا اقول لك يعني قد يكون شويه صعب قبوله يمكن حتى من جانب شرعي يمكن ما عندي قد يسبب يمكن مشاكل بين الأسر احتمال. نعم. كبير، لكن اللي يشوف انه ما عنده شيء، وبالتأخير حتى يعني كشفت وايد امور قبل فترة، يمكن سمعنا بعض حتى في أجهزة حساسة كشفوا ان هذا ابو جنسية وهذا، فاذا هذا الامر وهذا تصل في موضوع التزوير يعني التزوير الجنسية والانتساب، لان يعني بعد التحرير اتذكر الكلام كان حكي ملفات الجنسية وغيرها كلها صارت مهب الريح، يعني تنقيتها تصفيتها اضافتها اللي اضافوا حطوا غيره،
هذا دور وزارة الداخلية. الآن يمكن قد يكون الدي ان اي يمكن احد الادوات يمكن، لكن اكو ادوات ثانية انت ممكن تكشف جسمه، تكشف هالمزورين الموجودين، ترجع الى ملف فلف، ارجع الى ملف فلف وراقب وشوف وطالع. نعم. فيمكن قد يكون مساعد لهم، انا ما اتفق وياه 100%، لكن قد يكون حل لبعض المشاكل الامنيه اللي قاعد تصير عندنا، وبعض الاحيان الحين لان بدينا شوي نشوي في الميزانيه وغيره بدنا بنوفر، فاحتمال يكون توفير بكشف فلان فلان ولا هاي الامر يعني موجودين. وحمد، قانون تجنس ما لا يقل عن 4000، ما لا يزيد عن 4000 هالسنه وامكانيه تطبيقه، يعني احنا اليوم يمكن عندك شهر ونص او شهرين على نهايه السنه. هل ممكن اول شيء اشتراك بالقانون، هل ممكن يتطبق القانون قبل نهايه السنه؟ يعني هي مشكله البنود مشكله تدحرجت كبرت وصار لها اثار الحين اجتماعيه واقتصاديه كبرى، والحين الجيل الثالث والرابع واكو بعضهم مستحقين 100%، يعني متاكد انه يستحقون، يمكن ظروف تاريخيه معينه ما سمحت لهم ياخذون تاريخ، والان حتى لو مثلا مو مستحق في ذاك الوقت، لكن يا اخي استفيد منهم، اكو وايد موجودين اباقره واذكياء وشفناهم رحلوا الى وايد من الدول اخذوا جناسيهم، انت معطي الجنسيه عامله معامله انسانيه مثلا عامله لان الحين صاروا خلاص اغلب البنون الموجودين اغلبهم الحين ما ادعي انه والله كلهم صارت لهم ارتباطات مع اسر كويتيه موجوده، اللي خالته اللي عمته اللي امه، فعايش بالكويت ما عنده مكان ثاني يروح، طامنه ريحه. لكن تخلي شوف الان جرائم قاعد تصير، مخدرات، جرائم غيره الاخلاقيه وغيره قاعد تنتشر في الديره، يا اخي هذا ايبه، قول له بهاي الوظائف اذا وظائف ما يخالف، اذا اكو دكتور ماخذ شهاده عليه حطه دكتور، شو المشكله؟ انت قاعد تجيب الاجنبي، هذا على الاقل يعرف بيتك، حطه للاسف حتى بالوظائف، يعني الدكتور اللي من فئه البدون ياخذ يمكن نص راتب الوافد، حاله حاله اجنبي، شو المشكله؟ قاعد على الاقل حاله حاله اجنبي، عطه ماكو مشكله، بس تستفيد منه، قاعد يطلع برا ياخذ بالالاف، ريحه خليه يطمن، يطلع مسكين اي واحد يوقفه باي بطاقه كذا يقول له تعال وسحبه ويتعسب بعض الاحيان، لا انسانيه الامر. الحين وصلوا 200,000 تقريبا، ان شاء الله ريحته انت ترتاح امنيا اجتماعيا 100%، شحك وشفنا بعضهم يعني الامانه هم وغيرهم شفناهم حتى موجودين على جبهات ويا داعش وغير داعش بعض الاحيان. نعم. للاسف لان يستغلونهم استغلال سيء، اللي يستغل حاجته للمال ولا استقرار وغيره يقول له تعال يبا امشي، يتلقفه وياخذه. نعم. وهذا اللي عايش مولود بالكويت وغيره، ايش حقه؟ ليش؟ نقع على اللوم. فيا ان الحكومه تكون جاده في معالجه هذا الملف، ولا ترى الحلول الترقيعيه اللي قاعد تصير هذه ما تفيدنا. ابو حمد بالدقائق الاخيره عندنا تقريبا 5 دقائق، لكن عندي سؤالين مهمين. اول شيء نحتاج الى قانون يحاسب النائب في حال ان هذا النائب اعطى وعود وما اوفى بوعوده للناس والناخبين، هل في امكانيه ان يتم اقرار قانون يتحاسب من خلاله هذا النائب في داخل المجلس؟ والله هذا انت اعطيت عود، هذا الطرح متقدم نوعا ما، بس اعتقد في يختلف من مكان لمكان. الحين الكويت اللائحه الداخليه للمجلس اذا العضو مثلا خالف عده امور في الاجتماعات او غيرها بالتصويت او اثاره، اكو احد اخليه تطبق عليه، يطرد، يفصل، يمنع من الحضور اجتماعات، يمنع من حضور اللجان، هذا لائحه داخليه. لكن اكو لائحه شعبيه برا، مو زين احمد، مو زين اكس، خالد اداءه مو جيد، لا يرقى الى طموحي، ما عندك الا الصندوق، ماكو حل ثاني، مالك الا تنطر، ما عندي ماكو حل ثاني، يعني ما يصير. مثل حال الشركات التجاريه، كل سنه اكو جمعيه عموميه تحاسب على البيانات الماليه والاداريه، تعال يبا بالجمعيه العموميه حاسب وناقش وشيله، تختار اعضاء مجلس اداره يدد تختارهم وتقول لهم ما عندك بديل ثاني. اما تسن قانون تقول والله انا بحاسب، منو بيحط القانون؟ وشلون يحط القانون؟ من عليه بالطبقه؟ وشنو الاسس بتقول والله هذا ما ادى، يمكن مشارك باللجان ومشارك بالقرارات، شلون؟ منو له القدره انه يفصفص يقول والله اي هذا ينطبق عليه لازم طلعه؟ فيتعارض مع وايد مواد دستوريه وقانونيه، ما اعتقد لازم نطلع برا الدستور في خلق قانون لان احنا ما عجبنا اداء مثلا هذا العضو. يبقى نقول الصندوق هو اللي يحدد. نعم. سواء بعد سنه سنتين ثلاث او 4 سنوات كامله يرد لك، ما طبوا من السور، يرد لك المرشح ما طبوا من السور، تقدر تحاسبه من السور، ما طبوا من السور ولا شقحوا. نعم. دشهم الباب عندك. السؤال الاخير ابو حمد بدقيقه في نهايه الحلقه، شنو رؤيتك للمجلس القادم ان شاء الله؟
بعد ما شفنا كثير من المقاطعين اليوم اتجهوا إلى إدارة الانتخابات وسجلوا ترشيحهم. أنا أتمنى إن شاء الله الحين العذر في ذاك الوقت على طبعاً أكو حاجة كلام وايد أن أنتم كنتوا تكفرون في الصوت الواحد الآن دخلتوا تحت مبررات بعضهم سياسية بعضها اجتماعية بعضها قبلية ما كيفه حر هو يتحمل وحتى الناخبين يتحملون القفزة وبرقبتهم وايد أمور يمكن صارت بس مع ذلك أنا أتمنى الكل يدش هالانتخابات وخلي يفوزوا لكن أتمنى حقيقة حتى المجلس القادم راح يفوزون احتمال من المعارضة السابقة إذا صار إذا سمحت أسمي معارضة معناه أنا ما أشوف ما ينطبق عليهم الأغلبية نقول الأغلبية السابقة فالأغلبية السابقة أتمنى لأن لحد الآن أنا ما زلت كنت أحضر الجلسات المجلس في ذاك الوقت برئاسة عم أحمد السعدون أتمنى أن ما يكون مثل أداء المجلس السابق التعسف على الأغلبية وتصويت على قوانين صعبة وضرب الحائط في مكونات المجتمع والطرح الطائفي كان مقيت الأمانة. أفهم من كلامك أن الأغلبية السابقة راح تكون الأغلبية القادمة أبو حمد؟ يعني لا لأن أكو بعد حكومة عندها 16 وأكو مكونات ثانية طبعاً ما ترغب يمكن بعضهم في رجوع بعض الأعضاء خاصة الإثنان لأن الكويت مرت مرحلة هدوء سياسي قد يكون مقارنة في فساد زيادة لكن الأمر مرد واللوم يقع على اللي ما شارك وقتها بغض النظر أنت أكو مشكلة تقول أنا ما أدش لأن صوت واحد قناعتك مشكل يعني أنا أحترم قناعتك لكن تي تلقي اللوم أن أكو مشاكل وفساد أنت شاركت فيها لأنك أنت ابتعدت رحت وسافرت وهديت وقطيت وانت كان بامكانك انك تسوي هذا الامر الان شوف الظهر ردوا مره ثانيه لان وبعض الاحيان اكو بعض النواب ما تكلم عن عرضه تسكرت عليهم الحنفيه بالمعاملات وغيره وكذا فشاف نفسه قدام ماكو شيء ما هو ما ينجح له في بعض الاحيان تاديه هاي المعاملات فقدام ناس ربعه ما ينجح له فيكون داخل المجلس محمد المجلس. انتهى وقتنا اشكرك جدا لتواجدك معنا اليوم في اولى حلقات برنامج الطريق الى المجلس ونشوفك ان شاء الله في حلقات قادمه يعني احنا ما تكون حلقتنا معك اليوم بودنا ان شاء الله يكون لنا وقت معك في الفتره القادمه وفتره الانتخابات طويله ان شاء الله الى 26/11 يوم الانتخاب ونتمنى مثل ما قلت نشوف مجلس قادم متعاون منجز اللي يطمح له فعلا في المواطن اشكرك مره ثانيه الله يسلمك مشكور مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه نلقاكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامج الطريق الى المجلس مع السلامه